مهدي طاهر، مجدد بتاريخ 1993 شهر 24، نازل سابق في جوج خيريات، خيريه ديال عين الشق ومن بعد خيريه ديال حي حسني. وحاليا الوضعيه ديالي اللي كنعيشها متشرد، كنبات حدا جنب الخيريه يعني في الزنقه، والعيشه ديالي راه كل مره وكيفاش كندبع على راسي باش ناكل ونشرب ونعس. والمطالب ديالي من هاد الخيريه هادي وانهم يدمجونا في العمل ويتعاونوا معنا في السكن، يكريو لنا شي مده ديال عام ونص ولا عام ولا 6 شهور علاش ما قدو بما حنا نخدموا ونوقفوا على رجلينا. السبب الخروج ديالي من الخيريه وانني ملي كنت في خيريه حي حسني كان عندي واحد المشكل مع الرئيس، واحد المشكل بسيط، انا غير تسرعت وخرجت، خرجت هكاك من سبب انه قال لي الا جيتي غنشدك في الحبس، انت لا داير وداير، وانا ما درت والو. وخرجت من الخيريه وبقيت كندور في الزنقه، وعاود رجعت ما لقيتش فين نمشي، قلت نجي نبرك هنايا ليت ما يشوفوا فينا هاد الناس، يشوفوا ويعطيونا الحقوق ديالنا اللي طالبينها. اسمي هشام، مستفيد سابق بمؤسسة الرعاية الاجتماعية حي الحسني. دابا كنبات تجي لمدة عام ونص وانا كنبات في الزنقة. كيفاش خرجت للزنقة؟ انا غنقول لكم كيفاش. تهمة سرقة، تهمني المدير بتهمة سرقة، مشيت الجلسة الأولى الثانية 10 الجلسات 45 يوم، خرجت براءة تامة. ملي جيت عند الأستاذ قلت أنا راه ما دايرش وأنا راه خرجت وبراءة تامة، يعني غير غلطت شي فيا أستاذ ومسامح كريم، أنا مسامحك واخا. المهم قال لي أنت مشاغب، فهمتيني؟ لا ما غاديش ترجع للمؤسسة. قلت له علاش يا أستاذ؟ قال لي أنت مشاغب. قلت له وشنو دابا الحل؟ قال لي الحل اللي كاين هو نكري لك 3 شهور ونخدمك. قلت له ما كاينش المشكلة أستاذ، كري لي وخدمني. كرا لي شهر، فهمتيني؟ وما بقاش في هذاك الشهر كنجي عنده على أساس الخدمة، ما شافش ليا الخدمه. بقيت داك الشهر، الشهر الثاني دقوا عليا الناس ديال الكرا، قالوا لي اخويا خرج. قلت لهم علاش؟ قال لي داك السيد راه مخلص لك الشهر. قلت لهم راه داير معايا 3 شهور. قال لي داك الشيء منك، لي حنا مخلص لينا شهر. جيت عنده هز حوايجي وحق الله وبركش قدام الباب، كندق عليه ما استقبلني ما والو. بقيت يعني بقيت في الزنقه صافي، كندق عليه كيقول لي مره اخرى غنهضر معاك غنهضر معاك. صافي قلت له انت الاستاذ درتي معايا التزام وسينيت عليه، ويعني بالكاش ديال المؤسسه، كشيتي قدامي بكاش ديال المؤسسه وفهمتيني، تماطلتي عليا وكذبتي عليا، فهمتيني؟ ما كاينش المشكل. حنا كنطالبوا الاستاذ دابا حاليا كنطالبوا غير بخدمه والعيش الكريم. قلنا ليه دابا كنطالبوا غير باش يكري لنا عام ويخدمنا. حتى الكراء قال لك ما عنديش، ما عنديش كيفاش ندير لك انا نكري لك ونخدمك. قال لك ما بيدي والو، ولكن نقصي مؤسسه كيديروا لك تهجم، بغيتي تدخل تاكل تهجم على مسك الغير، وانا راه مستفيد. ديجا كنت مستفيد، يعني راه ماشي متهجم، انا ولد مؤسسه، علينا ما نقصش المؤسسه واش ننقص على الناس ديالهم؟ لا ما جاش، غنمشي نخرج للشفر، راه من المؤسسه خصني ناكل، ومؤسسه هي اللي خصها تشوف لك، فهمتيني؟ خصها تعيش، يعني راه عندهم ميزانيه، كاينه ميزانيه وكاين قوانين، يعني هاد الناس هادو خارقين شي قوانين اللي بزاف. كنطالبوا من المسؤولين اللي كانوا كيسمعوا هاد لا فيديو هذا يجيو يشوفوا المؤسسه. والله راه ولات، والله ولات بحال شي كوري الدراري في الزنقه، كتلقى 12 في الزنقه، ودابا راه 20 واحد اللي في مؤسسه، مؤسسه راه فيها تروازيام ايطاج وكاينه شي 20 واحد، يعني وتنص الخبز ما كيعطيوش لك هو الاخر. المدير ما كيستقبلناش، الا بغى يستقبلك يستقبلك على شي حاجه تافهه، يا يقول لك ما تبقاش توقف ليا قدام الباب، ولا يقول لك حيد ليا من التيران، ولا شي كلمه بحال هكذا، يعني ما غاديش يهضر معك في شي حاجه ايجابيه. وديما كيتماطلوا علينا ود الناس، راه الكونه والله. وكنطالبوا من المسؤولين يجيو يشوفوا الخيريه كي ولات، والله راه بزاف الخيريه، راه اكثر من الخيريه ديال البرنوسي ولا عين الشق اللي كنا فيها سابقين احنا قبل ما يجيبونا هنايا، هذه راه ولات كثر والله. والدراري عايشين بحال الزريبه هنايا بزاف، تجيو تشوفوا شي حوايج راه يضرهم راسهم والله. الدراري ما كيتشكساو، يعني ما كياكلوا الاكل ديالهم الصحي، كلشي هنا كلشي فهمتي كلشي مقلوب. بالنسبه لهاد الوليدات هادو كنتمنوا من المسؤولين اللي عندهم اللي باغيين يديو اجر مع الله يهتموا بهاد الوليدات، حيت محتاجين المساعده ديالكم. وملي كنقولها انا كمواطن كنقولها سيريوزمون، راه هاد الناس هادو راه عايشين شي حالات لا يرثى لها، لا بالنسبه للملابس ديالهم لا بالنسبه للمحيط اللي كيباتوا فيه، ما كاينش شي اهتمام كبير من هاد الفئه هادي. وكنتمنوا يعطيو شويه الاهتمام، فيقوا شويه، ورغم ذلك راه هاد الناس هادو راه محتاجين ليكم، واعتبروهم بحال وليداتكم. ما هاد الاجر اللي غديروا فيهم هما راه بحال درتوه في وليداتكم نتوما. وهاد الوليدات هادو ما لقاوش فين غيمشيو، حتى هما ما عندهم لا اب لا ام.
وحنا كاع عندنا الله سبحانه وتعالى. وانا بالنسبه لي انا كمواطن وخارج على الخيريه هذه عندي الابوين ديالي ولكن كنحس نفس الاحساس ديالهم. وبالنسبه لي انا كنعاود نقولها ونعاود نقولها بان هاد الوليدات هادو راه ما عندهمش شي ملجا اخر من غير الخيريه. راه كيخرج يبيع الليمون مسكين، يخرج يبيع الديطا، يخرج يعني هادشي هذا ما غاديش يدخل ليه شي مدخول اللي غادي يساعده في الحياه ديالو. وكنتمنى نعاود نقولها ثالث مره للمسؤولين، اهتموا بهاد الناس راه محتاجين المساعده ديالكم.